نشرة الأخبار من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. مسلحون يخطفون رئيس الحكومة الليبية علي زيدان بعد مهاجمة مقر إقامته في طرابلس. واشنطن تجمد تسليم مساعدات عسكرية ومالية لمصر، وهيجل يؤكد للسيسي أنها إجراءات مؤقتة. إصابة جنديين إسرائيليين في الجولان السوري المحتل، والمعارضة تقر بتقدم الجيش السوري في ضواحي دمشق الجنوبية. حتى الساعة لم يعرف مصير رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أو من هي الجهة التي اختطفته وإلى أين اقتيد. الأنباء التي بدأت تتوالى منذ 3 ساعات تحدثت عن أن عملية الاختطاف نفذتها مجموعة مسلحة اقتحمت فجر اليوم فندقا في العاصمة الليبية طرابلس واقتادت زيدان إلى جهة مجهولة. الحكومة الليبية أكدت نبأ الاختطاف وأصدرت بيانا قالت فيه إن رئيس الحكومة المؤقتة اقتيد فجر اليوم إلى جهة غير معلومة لأسباب غير معروفة من قبل مجموعة يعتقد أنها من غرفة ثوار ليبيا ولجنة مكافحة الجريمة، وإن مجلس الوزراء قد دعا إلى انعقاد فوري برئاسة نائب مجلس الوزراء، ودعا البيان المواطنين إلى الهدوء مؤكدا أن مجلس الوزراء لا علم له برفع الحصانة عن رئيس الوزراء أو بأي أمر بإلقاء القبض عليه، وأي جهة لديها قرار بذلك يرجى التقدم به إلى الجهات المعنية. تأتي عملية خطف زيدان في أعقاب إعلان غرفة العمليات المشتركة لثوار ليبيا أمس حالة الاستنفار لدى كل قواتها في جميع أنحاء البلاد استعدادا للثأر ممن أسهموا في اختطاف القيادي في تنظيم القاعدة أبو أنس الليبي. وتوعدت الجماعة في بيان لها بقتال كل من خان بلاده وورط نفسه في هذه المؤامرة، وأضافت إن هذا الحدث المخزي سيكلف الحكومة الليبية الكثير، وإن الأمر لا كما تسمعون بل كما ترون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ومن العاصمة الليبية ينضم إلينا مراسلنا مراد الدلنسي. مراد، هل من تطورات جديدة حول موضوع اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان؟ نعم، في الحقيقة الآثار تتجه الآن إلى الجهة التي ستعلن مسؤوليتها عن العملية، لأن أعلان أي جهة مسؤوليتها سيوضح المطالب التي تريدها هذه الجهة وكيفية التعامل معها. كذلك ينتظر هنا الجميع أن تتم بيان الحكومة الليبية كيف ستتعامل مع عملية الاختطاف. بالنسبة لعملية الاختطاف، بعض شهود العيان تحدث اليوم عن فجر اليوم عن سيارات تحمل أعلام سوداء تجوب بعض الشوارع في ليبيا. ربما هذا يؤشر على أن هناك جهة معينة داخل الميليشيات وبالتحديد داخل غرفة ثوار ليبيا. هذه الجهة التي مختلف المحللين الذين اتصلنا بهم يؤكدون أن أصابع الاتهام تتجه إلى هذه الجهة، يعني غرفة ثوار ليبيا أو مجموعة منها ربما يعني متعاطفة مع الإسلاميين، ربما هي التي قامت بهذه العملية. وهو ما يمكن أن نتحدث عن عملية انقلابية ربما ستتوضح معالمها في الساعات القادمة. نعم، لكن مراد، الآن ورد خبر عاجل على الميادين يقول بأن غرفة عمليات ثوار ليبيا تقول بأنها هي من اعتقلت رئيس الحكومة علي زيدان طبقا لقانون الإضرار بأمن الدولة. هل وردك هذا الخبر؟ إذا كان هذا الخبر نعم، إذا كان هذا الخبر صحيح فإن غرفة ثوار ليبيا قامت بهذه العملية من جانب واحد، لأن النائب العام الليبي منذ قليل نفى أن يكون قد أصدر أي أمر برفع الحصانة عن علي زيدان أو اعتقاله. إذا في كل الحالات حتى لو كانت غرفة ثوار ليبيا قد اعتقلت زيدان بناء يعني بشكل قانوني كما تقول، فإنها قد اتخذت القرار من جانب واحد، وهو لا يمنع أن يكون هذا الاعتقال هو يعني بشكل غير قانوني وهو من طرف واحد، ويمكن أن يكون يعني شبيه بعملية انقلابية ضد رئيس الحكومة الليبية. يعني في كل الحالات
غرفة ثوار ليبيا، يعني من جانب واحد اتخذت هذا القرار، ولا ينفي أن تكون العملية انقلابية كما تحدثنا منذ البداية. نعم، مراد الدلنسي مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من طرابلس، شكرا لك. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تجميدها تسليم المعدات العسكرية والثقيلة والمساعدات المالية للحكومة المصرية. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي قالت إن هذه الإجراءات تأتي في انتظار إحراز تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا. المعدات التي سيعلق تسليمها هي طائرات F-16 ومروحيات أباتشي ودبابات M1 وصواريخ هاربون. أما المساعدات النقدية التي ستعلق فتصل قيمتها إلى 260 مليون دولار، غير أن هذا التجميد لا يشمل المساعدات المتعلقة بالصحة والأمن وتشجيع القطاع الخاص. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي أنه لم يبلغ الجانب المصري رسميا أي قرارات تتعلق بالمساعدات الأمريكية. عبد العاطي قال إن كل ما يثار حول موقف واشنطن من المساعدات العسكرية هو مجرد تقارير صحفية حتى الآن، فيما أفاد مراسل الميادين في واشنطن أن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل اتصل بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي وتباحثا في القرار الأمريكي، وخلال الاتصال جرى الاتفاق على الاستمرار في المحادثات للتوصل إلى إلغاء هذه الإجراءات التي هي مؤقتة. القرار الأمريكي جاء بعد ساعات من إعلان القاهرة أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي سيمثل أمام المحكمة في 4 نوفمبر تشرين الثاني بتهم التحريض على قتل محتجين، وبعد قرار حل جمعية الإخوان المسلمين رسميا. وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي برر القرار بانتهاج الجماعة مخالفات، منها لجوء أعضائها إلى العنف واستخدام مقر الجمعية لتخزين السلاح وإطلاق الرصاص الحي منه لإصابة الكثير من المواطنين وقتلهم. بعد تجريدها من السلطة والقبض على قياداتها المتهمين بالتحريض على العنف، جاء قرار الحكومة بحل جماعة الإخوان المسلمين نهائيا تنفيذا لحكم قضائي صدر قبل أسبوعين يقضي بحل الجماعة وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها. استخدام مقرها في أعمال عنف وتخزين أسلحة هي أبرز أسباب حلها. ما هو مملوك علنا للجمعية أو للجماعة سيتم التحفظ عليه، ما هو مملوك لأشخاص لن يتم التحفظ عليه إلا إذا كان هناك دلائل على أنه ده نوع من التهرب زي ما بيحدث لما بتحط حراسها على حد. قرار لم يكن الأول في تاريخ الجماعة، فقد سبق أن تعرضت للحل مرتين، الأولى عام 48 بتهمة ارتكابها أعمال عنف ضد خصومها، والثانية عام 54 بتهمة محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. هذه المرة قرأ أنصار الإخوان قرار الحل بأنه مخطط لعزل الجماعة وإقصائها تماما عن العمل السياسي. نشاط بجماعة الإخوان المسلمين من سجلات الجمعية لا يعني أنها خرجت من المعادلة السياسية. الجماعة الإخوان المسلمين مستمرة في الشارع ومستمرة في حشدها، ولن يتأثر الحشد، بل قد يزيد تضامنا مع الجماعة وتضامنا مع القرارات التعسفية ضدها. تطورات تأتي فيما يستعد أنصار الإخوان المسلمين للتظاهر مجددا في ميدان التحرير الجمعة المقبل، ما يثير مخاوف الشارع من موجة عنف جديدة كالتي شهدتها أحداث 6 أكتوبر وأودت بحياة أكثر من 50 شخصا وجرح المئات. بطاقة حمراء من الحكومة المصرية في وجه جماعة الإخوان المسلمين تلقي بظلال من الغموض على مستقبل الجماعة، وظلال أخرى من الشك حول إمكانية إجراء مصالحة وطنية معها. أحمد مهران، القاهرة، الميادين. أصيب جنديان إسرائيليان في الجولان السوري المحتل عقب سقوط قذيفة هاون أطلقت من الجانب السوري. القناة العاشرة الإسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي رد بقصف الموقع الذي انطلقت منه قذيفة الهاون، وذكرت أن وزير الأمن الإسرائيلي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيدمر أي مصدر للنيران
يستهدف المواقع الإسرائيلية، فيما أشارت القناة الأولى إلى أن إسرائيل نقلت رسالة توعدت فيها بالرد القاسي على استهدافها للحفاظ على الردع. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلقه من القتال في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل، وأكد أن قوات حفظ السلام تعمل لإبقاء الأمور هادئة. قوات الفصل في الجولان باقية على الأرض وتعمل على إبقاء الوضع هادئا إلى أقصى حد ممكن. تعلمون أن هناك قتالا على امتداد الدولة وفي الجولان، وكانت قوة المراقبة والأمين العام ومجلس الأمن الدولي جميعا أعربوا عن قلقهم من حدوث أي توتر في المنطقة. قلقنا من الوضع في الجولان مستمر، فيما تواصل قوة السلام عملها من أجل إبقاء الأمور على أهدأ ما يمكن. وفي التطورات الميدانية، أكد مراسل الميادين سيطرة الجيش السوري على الحسينية في ريف دمشق الجنوبي، فيما أقرت المعارضة المسلحة بسقوط مواقع استراتيجية كانت تسيطر عليها في ضواحي العاصمة. كما أعلنت المعارضة سيطرتها على كتيبة الهجان في درعا قرب الحدود الأردنية. وإلى دير الزور التي تعيش واقعا صعبا في ظل الدمار الهائل الذي أصاب أحيائها. الحياة المدنية في المدينة شرق سوريا اقتصرت على حيي القصور والجورة، في وقت تستمر الاشتباكات بين المسلحين والجيش السوري في الأحياء المتبقية. كاميرا الميادين رصدت أحياء دير الزور المختلفة وعادت بهذا التقرير. دير الزور كبرى المدن السورية الشرقية، على غرار حلب انقسمت المدينة إلى شرق وغرب، شرق مدمر بالكامل وغرب يعيش فيه المدنيون وفيه الجيش السوري. حي الجبيلة وسط المدينة لا يزال ساحة للقتال والقصف والقنص يوميا. داخل الأبنية المتهالكة يتحصن المسلحون ويتنقلون وتدور المعارك بينهم وبين الجيش السوري. وقد كان المسلحون مستفيدين من البناء القديم والأبنية المخالفة والأرض الهشة، مما سهل لهم ببناء التحصينات وحفر بعض الأنفاق. أنفاق لم يتح الوقت لإنجازها والاستفادة منها، وعبوات صودرت بعد أن جهزت للتفجير، وخط تماس لا يزال إلى اليوم هذا الشادر يغطي حركة العابرين خلفه. على أطراف حي الجبالة تبدأ الحياة بالعودة على خجل. نسوة يتفقدن ما بقي من أغراضهن، وعائلة أكثر إقداما عزمت على الانتقال إلى منزلها في وقت يجري البعض تصليحات عامة على البيوت. وهسه قاعد نحفر خط مي مشان توصل للمي للبيوت. صورة مفعمة بالحياة، وللمدينة نفسها على بعد مئات الأمتار فقط في حيي الجورة والقصور، حيث تمركزت الحياة المدنية بعد تدمير الأحياء الأخرى. سوق شعبي وسيارة أجرة ومواطنون يعبرون ذهابا وإيابا. هذه هي مدينة دير الزور اليوم، تعيش واقع الانقسام في ظل حياة مدنية في أجزاء منها، وفي ظل اشتباكات بين المسلحين والجيش في أجزاء أخرى. حسين نور الدين، الميادين. هل بدأت عملية تنظيم دولية لتشجيع السوريين على مغادرة بلدهم أو البلدان التي نزحوا إليها؟ السؤال المقلق طرح تزامنا مع فتح 17 دولة أبوابها لنحو 10,000 لاجئ سوري، وفيما لم يصدر أي تعليق سوريا على قرار تلك الدول، ترحب أوساط المعارضة بأي تخفيف للعبء عن السوريين. 17 دولة تفتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين، خبر تلقفه كثير بتفاؤل هربا من حرب طوت 30 شهرا من عمرها. أبو جورج ستيني أنهى ترتيبات الهجرة إلى الولايات المتحدة. غياب الأمن والقلق على مستقبل أبنائه أجبره على اجتراع كأس مرة كما يراها. بعد معاناة سنتين يعني من أخذ الفيزا، يعني بدي اطلع حاول اخذ اعمل بزنس
وعلما يعني صعب علي انه بهالعمر انه بدي افتح شغل، كنت مؤسس هون ومبسوطين، بس مشان امان اولادي يعني مستقبلهم. فتح ابواب الهجره امام السوريين تنظر دمشق له بريبه، لا تعليق رسميا حتى اليوم على تلك القرارات في ظل الانشغال بتفاصيل الازمه اليوميه، لكن الاجواء العامه تميل الى عدم تقبل السوريين هذه الخطوه. كعمليه سياسيه وعمليه متابعه لما قاموا به من اغراءات لاولادنا وابنائنا في القطر، اتوجه لابنائنا ان كل هذه مؤامره عليكم شخصيا وليست على الوطن فقط، انها مؤامره عليكم. في المقابل ترحب المعارضة بأي تحرك لمساعدة السوريين وإبعادهم عن صور مخيمات اللجوء، لكنه ترحيب مشروط بالانفتاح على المجتمع السوري بكافة أطيافه. نؤكد على ضرورة أن يتلقى مواطنون معاملة إنسانية لائقة أولا، وثانيا أن يكون اختيار اللاجئين إلى هذه الدول قائما على أساس المواطنة وليس على أساس انتماءات طائفية أو مذهبية أو ما أشبه ذلك. للأسف هناك بعض الدول تركز على مكونات معينة من الشعب السوري. لا خيارات كبيرة أمام الحكومة والمعارضة في ظل الأزمة والقرارات الدولية قد يراها بعض السوريين باب نجاة من سعير الحرب. آلاف السوريين من الباحثين عن ملجأ لهم بعيدا عن يوميات الحرب، لا يعنيهم تعليقات السلطة ولا المعارضة، الأولوية اليوم للبحث عن الأمان والاستقرار في أي دولة كانت. محمد الخضر، دمشق، الميادين. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أذربيجان فوز الرئيس الحالي إلهام علييف بولاية ثالثة. علييف حصد نحو 85% من أصوات المشاركين. هبة الله بيطار. الاحتفالات بدأت في باكو عاصمة أذربيجان تغص بأنصار الرئيس إلهام علييف. النتائج الأولية أعطت رئيس حزب أذربيجان الجديد نحو 85% من أصوات المشاركين، في حين حصل منافسه الأبرز المعارض جميل حسنلي على 5% من الأصوات. الرئيس للمرة الثالثة على التوالي استبق إعلان النتائج الرسمية وتوجه إلى أنصاره. المواطنون الأعزاء، السيدات والسادة، أنا ممتن للشعب الأذربيجاني لتصويتهم لي ولوضعهم ثقتهم بي وبمستقبل التنمية في بلدنا. أريد أن أتعهد لمواطني أذربيجان بأنني سأستمر في خدمة شعبي بمسؤولية وسأدافع باستمرار عن مصالح أذربيجان. على الرغم من الازدهار الذي شهدته أذربيجان اقتصاديا خلال حكم علييف، غير أن المعارضة غير راضية عن نتائج الانتخابات. زعيم المعارضة والمرشح جميل حسنلي ندد بما وصفه بعمليات تزوير كثيفة، داعيا أنصاره إلى تنظيم مظاهرات للاحتجاج على نتائج الانتخابات التي أشرف عليها أكثر من 52,000 مراقب محلي ودولي. علييف أتم عامه العاشر في سدة الرئاسة، وكان من المفترض أن يكون هذا العام عامه الأخير في المنصب الذي خلف والده عليه، غير أن استفتاء جرى عام 2008 ألغى القيد المفروض على تحديد عدد الولايات الرئاسية المتتالية باثنتين فقط. أهلا بكم، نبدأ من القدس العربي وفيها واشنطن إلى قطع المساعدات عن مصر، والسيسي يلمح للترشح للرئاسة. 4 نوفمبر بدء محاكمة مرسي ونجله يؤكد عدم اعترافه بها. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجهل كيفية تدمير ترسانة سوريا. المعارضة، حزب الله وميليشيا عراقية يستوليان على ضاحية في دمشق. وجيش الإسلام يقول الائتلاف الوطني سيكون بمثابة العدو إذا ذهب إلى جنيف 2. الشرق الأوسط عنونت أيضا في الشأن السوري، الجيش الحر يسيطر على الحدود من درعا إلى الجولان. منظمة حظر الكيميائي تدعو لهدنة، وإيران ترفض الشروط الأمريكية للمشاركة في جنيف 2. السعودية 95,000 رجل أمن لتأمين الحج، والأمير متعب بن عبد الله لن نسمح بشعارات أو خطابات تعكر صفو الحجيج.
إلى مصر وصحيفة الجمهورية، وجاء فيها حل جمعية الإخوان المسلمين تطبيقا للقانون. وفي الجمهورية أيضا مرسي أمام الجنايات في 4 نوفمبر، والمعزول و14 إخوانيا حرضوا على القتل في أحداث الاتحادية. صحيفة السفير اللبنانية جاء فيها فرنجي لينتخب الرئيس بالنصف زائدا واحدا. وفي السفير في الشأن السوري كيميائيو لها يأملون هدنة وتقهقر للمسلحين في ريف دمشق. أمريكا تهدد مصر بالمعونة وبدء محاكمة مرسي في 4 من تشرين الثاني. وفي السفير أيضا جيش إسرائيل ليس بين 10 الأقوى عالميا. إلى الوطن السورية، وجاء فيها بعد تأمين الحسينية والديابية الجيش يتحضر الحجيرة وسبينة والبويضة. سلاح الجو يدمر 100 عربة للإرهابيين في الحسكة و45 طنا من الأدوية إلى حلب. وفي الوطن، موسكو لن نسمح بالتدخل الخارجي في سوريا. أزوف الروسية تتوجه إلى المتوسط، والنمسا تؤكد موقفها الموضوعي وألمانيا تجاه الأحداث. ونختم مع صحيفة البلاد الجزائرية التي عنونت مشروع المرشح التوافقي يواجه الانهيار، جولة ثانية من المشاورات السياسية بعد فشل الأولى. بوتفليقة يحدد صلاحيات فايد صالح، مرسوم رئاسي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني، والرئيس يحتفظ بالموافقة على قرارات التعيين في وزارة الدفاع. هذه كانت جولة على أبرز عناوين بعض الصحف العربية، وطبعا فتون لمزيد من التحليل في برنامج آخر طبعة.